السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر التهاب الجلد التأتبي المعروف بالإكزيما أحد الأمراض الجلدية الشائعة في العالم، وما يميز كذلك هذا الداء المسبب لجفاف الجلد والحكة هو استمراره لفترات طويلة حال عدم تلقي العلاج المناسب، مما يؤثر سلبا على سيرورة الحياة اليومية للمعاني. من أجل هذا تجد العديد من الدراسات التي يسعى من خلالها الباحثون إلى إيجاد علاجات فعالة تجاه الداء، وهو ما تأتى في الكثير منها، نستدل بالتي نشرت بمجلة مستحضرات التجميل وعلوم الجلد وتطبيقاته، والتي أشاد أثناءها العلماء بفعالية الكريمات المتوفرة على ماء البحر في تحسين صحة جلد مجموعة من مرضى الإكزيما الخفيفة إلى المعتدلة، وذلك بعد مقارنة نتائج مجموعتين ثانيتين تلقتا كريمات مغايرة عن الأولى طيلة 21 أسبوعاً. وتبعاً لهذا المعطى، فإن استخدام الكريمات المتوفرة على ماء البحر أو الاستحمام بكل بساطة بماء هذا الأخير من شأنهما تقليص حدة الإكزيما حال الإصابة بها. وختاماً لحلقتنا، نرجو عزيزي المشاهد أن تشارك المعلومة مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.